تعبانة العصر، راحت رجعت الدكتور يعني ود أمر طبيعي. فلما رجعت الساعة 7 حكت معي تلفون، فقالت يا أبا أنا أخذت يعني أعطوها دواء وأعطوها أمورها كويسة، وقامت تسوي زي مسوي لهن عشاء وشيء ودي نتعشى وإنها واقعة يعني، وما فيش هذيك الوقت زي ما بقول 4 ساعات في المسكن، حرام يعني ما في. الأمبولانس اللي جبناها في اليوم قال أنا يعني خلال 6 دقائق أو 7 دقائق كانت ناقلها من السكن للمستشفى، يعني ما فيش يعني كل اللي حكي هذا إن المرتمي 4 ساعات أو إهمال، ما في أي نوع من الإهمال. إن بنت من جماعتنا ساكنة معها في نفس السكن اللي هي بنت ناجح، فهي اللي يعني حكتنا الرواية الصح، يعني إحنا بنعتمدها هي لأنها هي قربتنا وهي أولى في الصدق يعني في جانبنا لازم تكون، يعني لو في خطأ كان قالتنا فيها، يعني طالبة معها بتدرس وبتنام هي وياها، هذا إحنا اللي يعني اللي ارتكزنا عليه. احنا بنطلب من الناس ان كل هذه الامور المزايده ما فيها فائده، واحنا كلنا ناس مؤمنين وقضاء الله وقدر، والله يرحمها ويدعو لها بالرحمه ولجميع موتى المسلمين، اهم حاجه الله يرحمها بس.